هي ايه اذون الخزانه اللي الدوله كل يومين بتطرحها دي؟ فاكر وانت صغير لما مامتك كانت تتزنق في فلوس فتقول لك ما تجيب العيديه بتاعتك احوشها لك وهرجعها لك تاني؟ هي دي بقى نفس الفكره اللي الدوله بتعملها، بس الفرق ان مامتك ما كانتش بترجع لك الفلوس انما الدوله هترجعها لك. الموضوع ببساطه ان الدوله لما بتحتاج فلوس او يحصل عندها عجز في ميزانيه، بدل ما تروح تستلف من بره بتستلف من الشركات والبنوك اللي عندها، تقوم تصدر اذون الخزانه، حاجه كده اعتبرها زي وصل امانه بتديهولك تضمن بيه حقك انك ليك عندها فلوس، تاخدها بقى بعد 3 شهور او 6 او 9 او سنه. هتقول لي طيب انا كده هستفاد ايه؟ هقول لك، ما هي الدوله هتعمل لك ديسكاونت، يعني مثلا هتبيع لك وصل امانه ابو 100 جنيه ب 80 جنيه، ويوم ما تيجي تاخد فلوسك هتاخد ال 100 جنيه، يعني الربح بتاعك هيبقى في الخصم اللي الدوله بتعمله لك. واغلب اللي بيشتروا اذون الخزانه دي بتبقى مؤسسات كبيره، بنوك، عدد صغير من الاشخاص العاديين. طبعا الموضوع في كلام تاني كتير ويطول شرحه، بس احنا هنا في بنكير بنقول لك الحته اللي تفيدك بالبلدي كده.